محلول وتهز منه وما تهز. زهير محجوب معنا بالتليفون، اهلا وسهلا، مرحبا يا زهير. مرحبا بك سي زهير. دونك زهير تقول انك عملت كوموند بالانترنت، شريت الدبش نتاع بحر. دبش بحر ومعناها ملبوس يومي زاد، معناها ملبوس يومي. فوالا. دونك شنو اللي صار؟ اعطينا. اي نورمالمون انا عملت كوموند معناها سيغ انترنت مع عند واحد كو جي كوني بيان، معناها سان امي بروش. وبعث لي ليزارتيكل، قال لي فيه الكولي معناها الباكي هذاك فيه كاتر اربع قطايع. القطايع هذو اربع قطايع معناها ديجا راني جي بي اي معناها موندا مينوت، وعلى اساس اني قاعد نتسنى في الكولي. فهم كيفاش الكولي توخى برشا، ساشون كو هو عامل رابيد بوست. رابيد بوست نورمالمون ماكسيموم دون 48 اور يوصل. هذايا نقول واحد اذا تعطلت وحرك المرور و و و و هو جاني بعد حكايه 5 شهور حاسبه. كيف مشيت للبوست نتاعي مش ناخذ الكولي، نلقى صندوق محلول. صندوق محلول معناها حله، نقول احنا نتاع واحد داخل يده. مي انا مشي في بالي اكل اجراء الاداري نتاع ديوانه ويطلع شي فما محظور في الصندوق، جوست معناها يحبوا يتفقدوا شنو فما في الكولي، مثلا يطلعش مثلا ممنوعات ولا حاجه. دونك جيتيني على الورقه هذيك اللي معناها اللي اني جي ريسو لي كولي، وروحت للدار فرحا مسرورا. فهم كيفاش جيت نسمع فيك زهير؟ نسمع فيك. اي فوالا. دونك جيت نشوف في الارتيكل، نلقى تروز ارتيكل برك، كاتر ارتيكل اللي هو بلوتو تروز ارتيكل. معناتها فما ارتيكل تهز باللي بالتفاصيل مثال شوما شنو ما لي تروز ولا لي كاتر ارتيكل اللي طلبتهم كمانديتهم؟ سبتة جلد، غولف، بيج، بول، بلو فرونسي، وشورت بحر. دونك اللي تهز شنو هو؟ اللي تهز شورت بحر. تهز لك شورت البحر. وانت كتسلمت الطرد البريدي مسكر مريقل واموره واضحه. لا مسكر، اما جوست قلت لك محلوله فيه في الكوان. جوست في الكوان كيك ان بتي ترو نتاع تدخيل يد هكا. اني وقتها او على خاطر الحقيقه سي زهير اول مره يجيني كولي معناها ما قلت بالك شي كونترول دو سيكوريتي باش يعرفوا اش فيه واش ما فيهش. ماشي في بالي هكا معناها اجراء معناها نتاع روتيني عادي في اداري، يشوفوا فماش حاجه محظوره حاجه هيك ممنوعه. دونك اون باس. دونك اني كان في بالي في اللحظه وقت هذيك عطاني في البوسطه اللي فما ارتيكل ناقص، دونك ما نسلمش ما نصححش ونعمل ريكلاماسيون. مي انا الغلط نتاعي اني خذيت الصندوق وروحت به. باهي اي فهمت كيفاش. دونك ساشون كو الكولي اللي توزن في تبعت معناها من الاكسبيديتور 1185 غرام. ميزانو معناتها الميزان 1185 غرام. وزناه هنا في البوست نتاعنا احنا نلقاوه 1068 غرام. ساشون كي فما هذايا وقت اللي خذيته، وقت اللي تسلمته عطاوك ميزان جديد؟ لا وقت اللي خذيته وروحت به للدار وشلقت انه فما ارتيكل ناقص رجعت. المشكل عاد من بعد يخاف لا يقولوا لك انت نحيته وعلاش ما حليتوش بالوقت. هذيك الغلطه نتاعي سي زهير، لاني بالحق جهلت بالاجراء هذيا. دونك رجعت قلت لهم راهو فما انا. اش قالوا لك؟ قالوا لي اعمل شكايه. عملت شكايه، ودي بصراحه تحيه لسيد مدير مدير بريد بن حسان اللي الحقيقه تفهمني وقال لي راهو عندك الحق، وعملت ريكلاماسيون معناها بيان ديتايي. اون اتوندون كو معناها شو يصير فهمت الله اعلم. اليوم حسب ما حكيت مع سيد رئيس مركز البريد قال لي زهير راهي الغلطه نتاعك انك روحت بالكولي ورجعت. هذيك الغلطه. فهمت كيفاش؟ بالحقني معناها مقر بها انه غلطه. هي ولكن رغم هذا معناتها ما تمش الاقرار بامكانيه فتح تحقيق على الاقل باش يعرفوا شكون وصل حتى في البوسطه ينجم يسرق طرد بريدي؟ لا هو سيد رئيس مكتب البريد قال لي مش نعملوا الاجراءات. معناها الاجراءات هذيك معناها نقول واحد الاجراءات الروتينيه يعملها، مي وين مش توصل الله اعلم. واضح. معناتها اسكو هي تحقيقات جديه ولا لا وتوصل انت؟ هو راهو معناتها انا خوفي كل الخوف ساعه. اولا الغلطه اللي عملتها انك ما ثبتش في الكولي نتاعك قبل ما تهزه،
وثاني حاجة أكثر الناس تسرقت أدباشها من المطارات من الفاليزات والوزير خرج قال نظرا لتفاهة المسروق معناتها عدم سماع الدعوة فما بالك أنت شورت يا وخيت معناتها المشكلة مش غادي ما فما ناس باش يسمعونا بربي باش يقول هذا عامل قاوق ويكلم في الراديو ودنيا على شارط بحر هذيك المشكلة احنا على عقلية لا مش على شارط لا برافو المشكلة مش في الشارط يا زهير المشكلة راهو مش في الشارط يمشي انا فما ما شاء الله تبارك الله موجود اما المشكلة انك انت كيفاش تونسي في بلادك في مؤسسة بتاعك انت اللي هي البريد التونسي اللي هو العائلة التونسية الكل والتوانسة الكل عندهم رابور ديريكت مع البوسطة ولا ما عادش مستأمن نقولوا احنا في المطار يا سيدي نسرقوا في الاتصالات ونسرقوا في السوناد وتجي فاتورة كاسحة في اكس اكس دي اي اما انك في البريد اللي هي اكثر مؤسسة بتاع دولة التونسي معناها معناها متواصل معاها وسامحني يسرقوا ماهوش مستأمن على خصوصياته وعلى اموره فسامحني هنا نحمل مسؤوليه وزاره الاشراف اللي تعمل في انتدابات عشوائيه واني وما اؤكده لك يا سي زهير ما اؤكده لك قول ما عنديش الحجه في يدي ثابته ما اؤكده لك انه السرقه اللي تمت في مركز الفرد مستحيل تتم في معناها اجونس دي بوست مستحيل فهم كيفاش؟ هذول في هذوما بربي في مراكز الفرد بربي تقل له واحشموا ارواحكم راكم ماكمش صغار معناها والله حتى صغير ما يسرقش. واضح، زهير محجوب وصل صوتك شكرا لك، ماشي للقضاء، ماشي لابعد من التحقيقات المفتوحة.